بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الـ Quantitative Methods عندي في CIC اللي هي الـ Canadian International College، عايز نراجع مع بعض جزء مهم في Chapter 2 اللي هو كان بيتكلم على إيه الـ Transportation Problem. أنا هنا مش هتكلم إلا على جزء صغير جدا اللي هو الـ Least Cost Method followed by Stepping Stone Method to get the optimal solution. تمام؟ هنا يا جماعة بمنتهى البساطة كده أفكركم بالمسألة دي سريعا. هو الموضوع كله باختصار إن أنا عندي 3 factories 1 2 3، كل factory بي supply بتاعه، هنا ده بيطلع 100 من الكوميديتي المنتج بتاعي من السنة بتاعتي، 2 بيطلع 180، مصنع رقم 3 بيطلع 200، وعندي 3 مخازن أو 3 محلات مثلا. عايز أنا أوصل من المصانع from الفاكتورز دي ل المخازن دي A B and C، كل مخزن بقى وطلباته، ده طلباته 135، ده طلباته 175، ده طلباته 170 and so on. كويس، ايه الارقام بقى اللي في المربعات الصغيرة دي؟ دي بتقول لي والله لو المصنع رقم واحد حب ينقل البضاعة بتاعته من هنا، من البضاعة بتاعته يعني للمحل ايه او المخزن ايه ده، هيكلف الشحنة او الوحدة هتكلفني كام؟ $6. ولو مثلا دي مين يقول لي دي عبارة عن ايه مثلا؟ المربع ده لو انا عايز افهمه فهم كامل يعني، ده معناه ان المصنع رقم 2 لما يحب ينقل بضاعته ل السي، تمام، الوحدة هتكلفه كام؟ $6 وهكذا. تمام، انا عايز اعمل ايه في المسألة ديت؟ الايتم ايه بيقول لي find the least cost solution، يعني حل هات لي التكلفة الكلية باستخدام ال least cost. والمطلوب التاني بيقول لي according to your answer for part A، تيجي تحلك لايه؟ find the optimal solution using stepping stone method، وده اللي انتوا عايزين تراجعوا عليه انا عارف. فتعالوا الاول بس عشان الكل يبقى معايا نحلها بالليست كوست وبعدين نشتغل ب الايه stepping stone. يلا مع بعض بقى واحده واحده كده. الليست كوست ميثود من اسمها يا جماعه بدور على اقل خليه اللي هي 3 طبعا دي ككوست، يعني هبدا اشغلها بقى. يعني ايه اشغلها يا جماعه؟ يعني من الاخر هي 3 دي تقاطع مين؟ تقاطع مصنع رقم 2 مع البي. طب بي احتياجه قد ايه؟ 175. طب 2 بيطلع قد ايه؟ بيطلع 180. يبقى اقدر اغطي احتياج بي كله من المصنع رقم 2، وهيفيد كمان، يفيد بقد ايه تحديدا؟ بخمسة. بمعنى ايه؟ اول ما احط الرقم ده هنا كده لازم اعمل 3 حاجات، اطرحه من هنا، اعمل سبتراكت يعني من هنا هيديني 5 طبعا، هيبقى 5، واعمل سبتراكت من هنا هيدي 0. الزيرو ده بقى ايه؟ قنبلة، يعني بقى هيقوم مفجر كل الكولوم ده طبعا. بمعنى ايه؟ ان هو هيقفله، هنحط هنا داش 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 وهنا داش داش داش. برضه بمعنى ايه عشان الموضوع يبقى سهل خالص؟ مش بيه يا جماعه كان محتاج 175 وقلنا له ماشي يا باشا من عينينا وجبنا لك ال 175 كلها، خلاص من المصنع رقم 2 هو لا يحتاج حاجه من المصنع رقم 1 ولا يحتاج حاجه من المصنع رقم 3، لان احتياجاته كلها تم ايه؟ تغطيتها. طيب كده انا عملت سايكل. بمعنى ايه بقى؟ انا كان عندي 9 سيلز عايز اشغلهم كلهم زي ما انتم شايفين كده، شغلت دلوقتي منهم 3 بقى عندي 6، هبدا اعمل نفس العمليه من جديد. اتعرف ان اقل خليه موجوده في التكلفه ال $4 دي، ممتاز، ابدا اشغلها. طب هي فين مع السي؟ احتياج كام يا سي؟ 170. طب المصنع رقم 1 ممكن تطلع لي قد ايه؟ 100. طب والله يا سي كان على عيني بقى، بس انا ما عنديش غير 100 بس، ماشي، احط له ال 100 هنا، المية دي اخصمها من 170 هيتبقى لي 70 بس، والمية كلها هتبقى زيرو هنا، وزيرو يسمع في الرو كله. هنا في داش اصلا، ده مش داش جاهز يعني، في داش احط هنا داش كمان، والموضوع بقى ده ينحصر. بقى عندي 4 سيلز بس فاضيين، مين قال لي خليها فيهم اللي هي الخمسة؟ املاها برضو بنفس الطريقة يا جماعة. انا عندي هنا 135 بس، يعني ما فيش هنا غير 5 بس، احط الفايف كلها هنا، طبعا ده يبقى زيرو ويسمع في الخلية دي، خلاص بقت داش. و دي كمان هتبقى كام يا جماعة؟ هتبقى 130. ما عنديش غير 2 سيلز بس هنا، وبصراحة واضحين جدا. هبدأ أحط هنا في ال 7 دي اللي تكلفتها 7، ال 7 دي كلها أخصمها من 200 هتبقى 130. 130 فعلا قد الخلية اللي هنا زي ما اتفقنا مع بعض، إن عشان تطمن إن شغلك صح لازم يحصل تكافؤ في آخر خلية موجودة، هنا 130 وهنا 130 خلاص. عشان أشيك على شغلي أشوف مجموع كل رو هيديني السبلاي بتاع الفاكتوري ولا لأ، وده فعلا حصل اهو، 100 اهي 100 اهي، وهنا 175 مع 5 180، وهنا 130
30 مع 7200، اجمع برضو كل كولون وشوف هيديني الديماند ولا لا، هلاقيه ان هو موجود فعلا. احسب بقى توتال كوست اللي هي بتيجي عن طريق اني اضرب كل رقم انا مليته في التكلفة بتاعتي، لان دي قلنا تكلفة الوحدة الواحدة بس. انا عندي 100 وحدة هنا، يبقى 100 في 4 بلس 175 تايمز 3 بلس 5 تايمز 5 اند سو اون، هيديني التكلفة من الاخر ب 2480. نخش بقى في الجزء. يلا يا جماعة بقى نبدأ في الطريقة بتاعت الستيبنج ستون دي، اللي هي محتاجة إن احنا نفهمها كويس جدا مع بعض. يعني بصوا يا جماعة، أنا طبعا في الستيبنج ستون بكمل على الحل اللي قبل كده، مش ببدأ حل من جديد، ودي فيها خطورة سنة كده، إن لا قدر الله لو حد طلع الليست كوست غلط هيترتب عليها برضه غلط فين في الستيبنج ستون. فبرجاء مراعاة الدقة قوي وأنت شغال في الليست كوست عشان بإذن الله تكمل صح بعد كده. طيب عندنا بقى جدول عايزك تعملوه، تمام؟ إيه هتحط في ايه الجدول ده؟ هتحط في الكلمة اللي انا قلت لكم قبل كده، اول ما تسمعوا كلمة ستيبنج ستون تفتكروها، اللي هي كلمة empty cell. هتحطوا جدول ظريف كده، تحط فيه ال empty cell على الشمال، تحط فيه التست على اليمين. الموضوع ببساطة شديدة يا جماعة بيقول ايه؟ انا خلاص جبت حل، مش كده؟ طيب الحل ده في خلايا فيه اتقفلت زي دي. كلمة اتقفلت يعني ايه؟ يعني المحل ايه دوت مش هياخد حاجة من المصنع رقم واحد خالص، مش هنقل، مش هستخدمه في النقل خالص، ولا هنا ولا هكذا. يعني الأربع خلايا دول اتقفلوا. طب هل لو أنا استخدمتهم هتوفر لي زيادة؟ مش ممكن توفر لي فعلا؟ يعني قد يحدث إن واحدة من دول لو استخدمتها هتوفر، تمام؟ وده اللي أنا عايز أعمله بقى، أمسك واحدة خلية خلية من دول وابدا اجرب واشوف هل هتوفر معايا ولا لا، تمام؟ ومن هنا جبت اسم الطريقه، الطريقه اسمها ستيبنج ستون. يا جماعه الطريقه اسمها ستيبنج ستون، يعني ايه بقى؟ خطوه الحجر، هعمل خطوه جريئه وامسك الخليه الفاضيه اللي انا ما استخدمتهاش والقي فيها حجر، بمعنى ان انا في سلعه من السلع المية دي هنقلها عن طريق الخليه الفاضيه دي، هوديها للمحل ايه هنا، تمام؟ وتعالوا نشوف بقى تكملة الاختبار تبقى عاملة ازاي. يلا مع بعض كده. يبقى انا هنا هحط اول حاجة A1 مثلا، تمام؟ وبعدين ابدأ افكر واحدة واحدة كده. تعالوا يا جماعة نحط هنا مثلا ايه بقى، هحط هنا بوزيتيف. يعني ايه بقى؟ يعني هنقل هنا، هنقل سلعة من السلع المية دي واحطها هنا. طب لما شلت واحدة من المية ما هو نقصه، صح ولا لا؟ نقصه بقد ايه؟ ب1، بنيجاتيف 1. بمعنى ايه يا جماعه تاني كده عشان ما تهوش مني؟ انا عايز اشوف الخليه دي هل هتوفر لي ولا لا. ف قبل ما اعمل عمليه كبيره شويه، لا ده انا هختبر بس، احط وحده واحده بس هنا، احط بوزيتيف 1 هنا. لو سبت البوزيتيف 1، لا ده العدد في الرو وفي الكولوم كده هيبوظوا، تمام؟ يعني ايه هيبوظوا؟ يعني ده كان 1 وده 100، بقى 101. وانا لسه قايل من شويه عشان اشيك على شغلي لازم المجموع بتاع الرو يديني الرقم اللي هنا، فعشان يحصل بالانس لازم حاجه تصد البوزيتيف 1 ده، اللي هي مين بقى تصدها؟ يعني ايه اللي هي النيجاتيف 1 دي. واحد ممكن يقول لي طب ليه ما حطيتش النيجاتيف 1 دي في الخليه B1 من هنا؟ ايوه ده سؤال مهم جدا، دي خليه فاضيه ممنوع الاقتراب والتصوير منها. يعني ايه بقى؟ هو انا بختبر انهي خليه؟ بختبر B1 دلوقتي ولا A1؟ انا كاتب ايه في الجدول؟ A1. طالما بختبر A1 اوعى تقرب من اي خليه فاضيه تانية، لان بالطريقه دي انا هحتار معاك انت تختبر مين ولا مين. لما سيادتك تختبر خليه فاضيه ما تقربش من اي خليه فاضيه تانية. فبمنتهى البساطه مجبر اخاك لبطل، يعني انت مجبر يعني تحط البوزيتيف 1 هنا، تحط النيجاتيف 1 غصب عنك. الجميل بقى انك هتكمل كده، يعني ايه؟ انت برضو تحت مجبر ما تحطش هنا حاجة، تحط هنا بوزيتيف 1، صح؟ تحط هنا بوزيتيف 1 كده، جميل جدا. مجبر برضو تكمل هنا، هتعمل جامب ما تحطش حاجة، تحط هنا نيجاتيف 1. النيجاتيف 1 هنا كمان بقى ضرب عصفورين بحجر، عمل بالانس مع البوزيتيف 1 اللي هنا في نفس الرو بتاعه، وعمل بالانس مع البوزيتيف 1 اللي فوق في الكولوم بتاعه. كده بقى كل رو كولوم مظبوطين، يعني الرو ده 1 فيه بوزيتيف 1 نيجاتيف 1، الرو ده ما حصلوش تغيير، الرو التاني ده الفاكتور التاني، الفاكتور التالت فيه نيجاتيف 1 بوزيتيف 1. الكولومز بقى، الكولوم الاولاني بتاع ايه فعلا فيه بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1، والكولوم التاني ما فيش تغيير، والكولوم بتاع السي فيه بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1. يبقى كده تمام. ابدا بقى ايه، اعمل تيست فعلي بقى شويه. بمعنى ايه؟
همسك هنا البوزيتيف 1 ده يعني ايه يا جماعه؟ يعني في وحده هستخدمها هنا، يعني لما اجي احسب الكوست هضرب البوزيتيف 1 في 6، يعني ده عباره عن 6 بالنسبه لي. فمن هنا ورايح اي بوزيتيف انت حاطه خد الرقم المربع الصغير ده زي ما هو بالبوزيتيف، واي نيجاتيف انت حاطه خد الرقم اللي في المربع الصغير ده بالنيجاتيف زي ما هو موجود. بمعنى ان انا احط هنا بوزيتيف 6 ها ماينس 4 وبعدين بوزيتيف 7 وبعدين ماينس كام؟ ماينس 8. تعالى نشوف كده، يلا احط هنا بوزيتيف 6 ماينس 4 بلس 7 ماينس 8. اوه ده التكلفه طلعت الريزلت يعني بوزيتيف 1. بوزيتيف 1 معناها ايه؟ معناها ان انا هكلف زياده 1 دولار. طبعا اتمنى معنى كده ان ايه، تعالوا بقى نشوف نكمل مع بعض خليه تانية. انا خلاص بقى ايه A1 جربتها تمام. تعالوا نشوف واحده تانية اللي هي B1 مثلا. تعالوا مع بعض كده نشوف يا ترى B1 هتبقى عامله ازاي. B1 اللي هي دي، لما احط بوزيتيف 1 هنا طبعا مش هينفع تجي ناحيه الشمال لان الشمال خليه فاضيه، فهحط بوزيتيف 1 هنا ومجبر امشي يمين احط نيجاتيف 1 هنا. بوزيتيف 1 من الاخر يعني ايه؟ يعني 7 7، وهنا هتبقى ماينس 4. هنا مش عامل حاجه، احط هنا بوزيتيف 7 تانية، وبعدين هنا مش عامل حاجه، احط هنا نيجاتيف 8. الله، طب وبعدين احط هنا بوزيتيف 5 واحط هنا في الاخر نيجاتيف 3. اللوب ده طول شويه، يعني في الفقره اللي فاتت في السلايد اللي فاتت في 4 سيلز بس استخدمتهم عملوا مربع سريع كده، هنا لا هضطر امشي كده وبعدين جامب واعمل كده جامب واعمل كده وكده وكده وارجع تاني، وبالتالي لفت لفه شويه معلش. يبقى اعمل 7 ماينس 4 بلس 7 ماينس 8 بلس 5 ماينس 3. اهم حاجه سيرتك ما تقربش من اي خليه فاضيه تاني تمام. نشوف كده بقى الريزلت النهائيه تدي ايه. اديت 7 فعلا ماينس 4 بلس 7 ماينس 8 بلس 5 ماينس 3. اوه ده اديت كام يا جماعه؟ بوزيتيف 4. ياه وحش قوي دي. تعالى نشوف الخليه اللي بعدها C2. يا رب يبقى اختبار سهل مش صعب. لما نيجي نختبر C2 يا شباب هنا تمام، نشوف كده مع بعض. يلا C2 عايز اختبر الخليه دي، احط هنا ايه؟ بوزيتيف 1 تمام. طيب بقت 6 يعني هنا ماينس 7 احط هنا، لا مش هينفع احط هنا بوزيتيف 8. الله ماينس 5 قفلت على طول اهو، الريكتانجل اتقفل بسرعه شويه المره دي. يبقى 6 ماينس 7 بلس 8 ماينس 5. ماشي يا جماعه اهو 6 ماينس 7 بلس 8 ماينس 5 او بوزيتيف 2 برضه. طب افرضوا ان كل الخلايا طلعت لي بوزيتيف وزيرو كمان ساعات بتطلع، يبقى معنى كده ان الحل اللي انا حصلت عليه قبل كده ده اوبتيمال سوليوشن وان انا مش هعمل اي تغيير. لكن تعال نشوف، وخلي بالك حتى لو طلعت نيجاتيف من اول خليه لا كمل، ممكن يطلع لك هنا نيجاتيف 1 يطلع لك في خليه نيجاتيف 2، ساعات في بعض المسائل توصل نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 وهكذا تمام. تعال نشوف بقى الخليه الاخيره تمام اللي هي بي 3 تمام. B3 يا شباب يلا احط هنا بوزيتيف 1. طب ممكن حد يقول لي بقى ينفع احط نيجاتيف 1 على اليمين؟ هيقول لي ينفع نيجاتيف 1 هنا واحط بوزيتيف 1 فوق عند ال 100 هنا عند ال 4 دي، بس مع الاسف مش هينفع عشان مفيش نيجاتيف تاني يصدها فوق في الرول الاولاني. يبقى انا احط بوزيتيف 1 عند ال 5 اللي هي بوزيتيف 5 يعني، واروح شمال بقى ماينس 8 بلس 5 تانية ماينس 3. يبقى تاني كده 5 ماينس 8 بلس 5 ماينس 3. فعلا هو ده اللي هيتكتب كده 5 ماينس 8 بلس 5 ماينس 3 اوه نيجاتيف 1. واخيرا طلعت لي خليه فيها نيجاتيف. يعني ايه بقى؟ يعني لو انا استخدمت وحده واحده نقلتها في بي 3 هتوفر لي 1 دولار. يبقى تعالوا مع بعض بقى ايه؟ thus لذلك we will work on بي 3، هشتغل على بي 3. هشتغل على خليه ايه يا جماعه؟ بي 3. اشتغل عليها بمعنى ايه بقى؟ ان انا عايز بي 3 اللي هي الخلية دي خلاص كسبت معانا بقى جابت نيجاتيف 1، وبالتالي عايز احط فيها اكبر قدر ممكن من السلع بحيث ان انا انقل من خلالها. وحد اول ما يسمع كلمة اكبر قدر دي يقول لي بس احط فيها ال 175. لا يا حبيبي، انت لو حطيت 175 هتضطر تطرحه من هنا، مش هينفع اقول 130 ماينس 175 يطلع لي نيجاتيف يعني كويس. فانا اللي هقدر اعمله ايه؟ ان انا انقل ال 130، شايفين هنا ال 130 وهنا بقت الداش، ودي زادت 130 ودي نقصت 130، ولما حسبت التوتال كوست طبعا منطقي جدا هلاقيها التوتال كوست قلت بمقدار 130 تحديدا اللي هو الجزء اللي انا
نقلته هنا. ليه؟ عشان كان عندي الخلية دي اختبارها طلع نيجاتيف 1، فلما لو كنت عملت نيجاتيف 5 كنت ناقص 5، عملت نيجاتيف 130 هنا، انا اخدت ال 130 كلهم هنا هتنقص برضه 130 زي ما انتم شايفين كده. وهو ده نهاية الحل ان شاء الله يعني، واتمنى بكرة تحل كويس بإذن الله، والتوفيق للجميع ان شاء الله. حفظ الله، مع السلامة.